اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج رمضان مع اورنج. مثل العاده مثل ما عودتكم بنتسلى وبنضحك وبنلعب العاب انا وضيوفي المميزين. وكالعاده هذه الحلقه مو بس ضيوفي مميزين مرتين، يعني بانا عليان والمبدع ابو شقره. ايش معنى المبدع ابو شقره؟ طيب المبدع بانا. معلش انا ابو شقره والمبدع بانا. يلا خرب الحلقه اقول لك اشرح. ليت مي اكسبلين. اوكي ابو شقره طبعا على راسي، ولكن انا يعني فيمنست حتى النخاع، ففخامه الاسم لحاله يكفي. مش مضطر احكي لك كيف رحتي في مسار حلقه لمكان ثاني. الله يسامحك والله، تفضلوا بس الحلقه. معلش نساء. يلا ماشي ست. طيب نرجع لموضوعنا عندكم. اول شيء رمضان كريم. الله يكرمك. كيف اجواء رمضان معكم؟ والله الاجواء نار نار النار النار. هون كيف الاجواء؟ والله اجواء طوش، كلها طوش مشاكل، عشان متى اذان المغرب وما تفوتوا المطبخ وما حد يتدخل في الفطور وما حد. هيك كل الاجواء يعني. للنوع اللي بتعصب ماما بتعمل حجر هيك في المطبخ، حد يشوفه ماشي. لا مش تعصيبيه هيك، في يعني حماس الفطور، حماس في نوع من الحماس. نعم. عطشانين يعني الحمد لله. هانت قرب الفطور. طيب احكوا لي اكثر عن اجواء رمضان في البيت، بصير مواقف مضحكه ولا تسود الاجواء التوتر قبل الفطور ولا يعني؟ لا هو دائما بالعيله يعني كيف يوم الجمعه دائما بصير في شيء هيك اكشن، بصير في حماس، فاكشن مضحك هو بكون. أوكي. اكشن فريندلي يعني بس يخلص بصير نتذكره بحنان. بالضبط بصير تتذكر لما كنت هيك. شو كان دته لك صوت؟ طب انا لا زي ما حكى ما في شيء يعني. ايش سؤال؟ بحسك رايقه قبل الفطور، كيف الاجواء عندكم؟ عصبيه؟ لا انا قبل الفطور هيك هدوء. أوكي. هدوء حلو. ما في ما يا محلاه البيت. يا محلاه اجواءكم. هي اصلا من قبل رمضان وهي صايمه، فيش مطبخ كان في دارهم. احنا امي عامله ورشه في المطبخ، فاحنا في مطبخ جديد. فامي كل يوم عم تفنن في شغله جديده. مبروك المطبخ الجديد سلفا. طب بدي اسالك سؤال، هلا انت دائما تعملي توتوريالز واشياء وهيك فيديوهات ميك اب، بتحسي لك خلق عم تستغلي وقت الصيام انك مثلا تنجز الشغل، ولا بتكوني هيك تعبانه وخلص بعد الفطور قطايف ومكسله؟ بصير احكي لك انا برمضان بنعنش اكثر، يعني انا بحب رمضان. انا كمان يعني بحب الصيام جد، بنعنش فيه الصبح، فعادي ممكن اني عادي بعمل اشياء الصبح، يعني بعمل توتوريال تنجزي اكثر. اوكي انا بحب رمضان بس ما يعني بحبه لانه بيعطيني استرخاء. العكس ما بنجز. ابو شقره شو بتنجز؟ والله انا بغير رمضان ما بنجز، فلما يجي رمضان خلص صفر. خلص راحت بنقعد. طب شو احلى شيء برمضان في عمان او الاردن؟ اجواءه حلوه. البلد لما يضوي البلد كان كثير حلو، كثير بالليل الواحد يروح يتمشى بالبلد، كثير حلو رمضان. كنافة حلاوة جبن، هاي الأجواء حلو، كله طبايخ. حلو حلو. سفرة شاورما. هانت ما في بعدين الواحد حلو. أنا أمي دائما بتسوي طبخة على يومين، فهمتي؟ أوكي. برمضان ما بتقدر تسوي طبخة على يومين، لازم كل يوم فطور جديد. انقلاب بعدين. انقلاب. بيهجوا البيت ما بزبط. فهذا أحلى شيء في الموضوع. من وجه تحية بهذه المناسبة لوالدة أبو شقرة. ووالدت ولكل والدات الدنيا عن جد والله بتعبوا برمضان، عن جد كثير بتعبوا مع الصيام، يعني تخيل واحد صايم وقاعد بطبخ، فقديش الاشي صعب، فالله يعطيهم الف عافيه يعني. صح 100%، الله يعطيهم الف عافيه. ومن هذه النقطه الكيوت نعم شو بدنا ننتقل؟ لا تحديات صح؟ صحيح، فقره التحديات، فلنذهب. يلا زقفوا معي، اعملوا معي. وصلنا لطاولة التحديات، وعندي لكم تحديين، كل تحدي أكثر تحدياً من التحدي الذي قبله، كم تحدي في ذلك؟ بمزح. التحدي الأول بايخة كانت أتخاف. طيب مهم، لا جد بحكي. التحدي الأول هو تحدي التحديق، لازم أنتوا التنين تبحلقوا في بعض بدون ما ترمشوا، ولا حدا فيكم يضحك، اللي بيضحك اول او بيرمش اول بيخسر، ولكن السر هو انه بتقدروا تحاولوا تخلوا بعض تضحكوا عشان تخسروا في التحدي. بس
بس في ملاحظة بانا حاولت تشتري التحدي قبل ما نبلش والله العظيم. لا اصدق والله العظيم انها حاولت تشتري. لا اصدق بالعكس قمة النزاهة. لا ما في نزاهة. نزاهة مسابقة نزيهة هاي. احكي لها احكي لها ما تأثر عليه. لا تأثر عليه تغير حوش رمشات انا هدا. يلا استعدوا ثلاثة جاهز ارمش ارمش استعد اثنين اوكي يلا واحد عادي نحكي صح؟ اه ليه بلشت التحدي انه مغمض؟ لا ما بلشت حتى انا حوشت لا والله انه والله انها لا بدنا نعيده والله بدنا نعيده اسمها المراوغة مراوغة لا والله انا وترتني التحدي اللي بعده اللي بعده يا علي روحي طيب انا بس في سبيل انه ما يطلع زعلان بنعمله ثلاث مرات الثالثه لا عملت لي حالك يلا تحدي والله ما بيصير تغير قواعد اللعبه من الاول من هيك الضيوف بيحرضوا ما دي ضيفنا حريم خلص ماشي ماشي يلا 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 اوكي راوند 2 3 2 1 بحلق عادي نحكي اه والله عيوني بلشت تغبش دقيقه ما راح احكي معك رح انا شفتوا جيبولي انا عندي شفاف على فكره ما بصير لازم تشوفوا حمدمع جيبولها قطره جيبولها اسمعي استعدي للراوند اللي بعديها انا جربت التكنيك تبعك اني انا اغمض بعدين افتح هذا التكنيك طلع فاشل هذا ما هو انت يلا يلا هسه يلا راوند 3 الجوله الثالثه والجوله الحاسمه في هذه اللعبه 3 اثنين شوف والله بتحاول تشتري لو سمحت لا شفتي شو بتقول لي معقول يا بنا لم ما هقيتها منك واحد اثنين ثلاثة مرمشت علي تدخلي يا الله لا علي تدخلي يا رب هي خسرت روح هلا الجمهور بكون شاف الكاميرا مليون مرة خليها والله رمشتها شفتي شو بنربح هسا هلا في سبيل لسه في هاي اللعبة الأولى الحق يقال هي اللعبة بالأول كانت لبانة لأنها فازت بأول بس لما عملناها ثلاث جولات طردية أنت فزت بالطردية إحنا ما نحب الناس تخسر يا عمي خلص تزعل قصدي مش تخسر المهم اللعبة اللي بعديها هاي وقفة الجدية اللعبة اللي بعديها هي لعبة البهارات بتفوت على المطبخ أبو شقرة بفوت على المطبخ بتساعد الوالدة ايه طبعا والله طبعا دليل رمضان والله العظيم بساعد بس مش بالطبيخ يعني بساعدها في شغلات ثانيه اوكي اوكي بانا لعبتك المطبخ والطبخ والعداله طبعا لعبتها شو الاكل يا كذابه شو انت يمنع التنمر على شاشه خلص لو سمحتوا ادخلوا لنا البهارات صار في بالاستوديو ست بهارات ثلاثة لكل مشترك رح هم معصوب على عيناهم يشموا هاي البهار ويحاولوا يحددوا نوع البهار اللي بياخد نقاط أكتر من أصل ثلاثة يفوز بهذا التحدي بانا راح تخسر حاولت تغش ورا الكواليس ولكن أنا لا ما غشيت ما غير هيك أنا حاسة الشم عندي قوية لأنه خشم كبير فأكيد راح تخسر والله مش عدل يلا رح أبلش مع أبو شقرة. Yeah. طب قولي لي وين بدك تحطي خشمي؟ أنا أنت خليك ثابت. بلاش خشمي يفوت في البار. أنت ثابت خليك. Yeah. أنا بجيك. شم. ما هو هذا البهار؟ دقيقة كمان مرة. كمان شمي بدي شمي. يلا بس خليك ثابت. دقيقة أنا عارفه. يلا. فلفل أسود. صحيح بتكسب معنا نقطة من أصل ثلاثة يلا هلا أنا بيجي على دوري بصير بانا رح أعطيكي رح أعطيكي بهار برضو بنفس سهولة الفلفل في المرحلة الأولى من هذه اللعبة خليكي عندك شم بالله إيش هذا شو بالله سهل كثير إيش هذا قرفة؟ زائف لزميلتك زائف جد روح خربنا الفانوس يا ما خربوا الاستوديو خربوا الشجر مش مشكله فداك بنصلحه بعدين هلا في الجوله الثانيه لا ابو شقره يلا شم هذا الاشي بنحطه عشان النمل يشرد صح دقيقه حطينا كمان
يموت. الله عليك. النفخه للنفخه يا جماعه. هذا ابهار يرتبط في رمضان لانه صح. بيكون في هاي الفول وهيك اشياء صح. ترمس عشان نفخه. والله شو عشان صحيح. طيب بدي اعطي بانا ابهار مشابه لصعوبه الكمون. بانا 3 2 1 شم. كاري هاد صح. احسنتي والله شاطره. كيف بتعرف الكاري؟ والله كاري مش كاري كثير سهل. كيف بتعرف شو ريحه الكاري يا بانا؟ هيو هاد والله كأنك غاشية. في الجوله الثالثه والاخيره من هذه اللعبه قررت انه اعدل بالقوانين شوي. كل شو حد فيهم بكح وانا بحكي وبعيد. اعدل في القوانين شوي واشممكم انتوا الاثنين نفس الابهار واعطيكم عد تنازلي وبعدين كل واحد فيكم لازم يحكي شو البهار اللي شمه. ممنوع تحكي الإجابة أول ما تشم البهار، بس هذا البهار درجة صعوبته عالية. يعني أنا لهسه شم الكمون. طيب والله العظيم في مرات جايبينها ريحتها قوية. الكمون لأنه قدامك. لا لا أقول كمون بعده الكمون. بعده الكمون عن يخرب علينا. قاعد الكمون شيلوه. قول سراء ألارم صار. والكاري رجاء. يلا أوكي رح أبلش معك. تفضل يلا. واحد دقيقة دقيقة بلاش تنزل شغلات في الخشم بدل ما تشم. دقيقة يلا تفضل يلا تنفس نفس. واحد اثنين ثلاثة شم. علي شو هذا تراب؟ لا مو تراب. بطلع لك شمة بس بعد ما أشم من بعنا. في شمتين؟ وين شميتي خلص. برجع لك شمه ثانيه. استنى ها قلبت لكم اياه عشان تفوح. مش عارف. طيب يلا عدي. استنوا حرتج. لا بعطيكم هنت او تلميح عن هذا البهار، معلومه اضافيه عنه. شو رايكم؟ يلا تفضل. بس اعرف شو هو، بس انتظروني دقيقه. الله بس اكتشف. احكي لنا اول حرف. بس والله اوكي اوكي والله تعبت. اوكي اوكي رجعت. ايش عرفت من الاعداد ايش هو؟ هذا البهار يقلب الرز اصفر. استنى 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 استنى. واحد اثنين ثلاثة اصفر. والله والله بدي غلط. انتوا الاثنين يلا محاولة اخرى. طب بعطيكم كمان تلميح. اوكي استنى شو هذا الرز اصفر؟ اصفر والله هيك. والله اصفر والله. فيه حرف الكاف. 3 2 1 بانا ما التزمت في العاد. والله العظيم الحماس. والله غشاشة. والله الحماس في اللعبة يا جماعة صراحة. يعني انا بودي انه اربحها لانها ناء. يعني انت منحازه والله. صحيح منحازه. بس ابو شقره لانه انا لا ارضى انه برنامج رمضان مع اورنج يكون منحاز. فشو راح اعطيكم ابهار ثاني بنفس الطريقه. طيب يلا بس بدون عد بدون عد. البس بوق بالبوق. ماشي ماشي لبس. لا ما انت لازم انت تنين تشم وبعدين شم قبلي. انت ماشي يلا. واحد اثنين ثلاثة شم. شو ها شفت؟ مش محلال كركم. ايه عرفته. استنى عرفته. استنى والله عرفته. استنى بانا كيف عرفته هذا؟ عرفته والله. بهارات مشكل. والله عرفته. شو بهارات مشكل؟ والله مش بهارات كبسة. كبسة قاعدين قالوا بهارات مشكل. عند العد التنازلي افصح عن اجابتك. يلا 3 2 1 ينسون. صحيح. احسنت. ولك ينسون ما بصراحة أنا يدوب شمي. ينسون ما بتاكل. ما بتاكل كعك بينسون؟ كعك معمول بينسون بكذا. ما بتعرفيه؟ والله فقط أنا عشان هاي كنت عارف. عشانك جوعانة بس. كدر البهارات. كنت عارف والله. والله كنت عارف. صباح الخير. زغول عيوني. زغولوا ها؟ بدي أحكيكم. شو الجوائز؟ الجوائز بعد الإفطار إلك مني معمول. انا فكرت فيها جوائز جايين. جوائز مو لك للمتابعين. احكي لهم انه يضلهم لبعد هذه الفقره عشان يشاركوا. ضلوا لبعد هاي الفقره عشان في فزوره. شكرا لكم بانا وشكرا عزتكم معي اليوم. شرفنا فيكم انبسطنا معي والله. انكم يعني فخر لوالداتكم. الله يخليكم اياهم. تعرفوا بالابهار. برافو عليكم. وخلص انحرجت ما بعرف كيف انهي.
الفقرة اللي على الفقرة. يلا سلام، يعطيك العافية. كنا مبسوطين. شكرا شكرا، يعطيكم العافية. قبل ما ننهي حلقتنا بدي أذكركم إنكم تشاركوا بفزورة رمضان وتجاوبوا إذا عرفتوا الفزورة بالتعليقات لحتى تربحوا جوائز. فزورة اليوم بتقول: ما هو الشيء الذي يجري أمامك ولكن لا تراه؟ إذا عرفتوا الإجابة اكتبوا بالتعليقات لحتى تربحوا جوائز. أما هلأ فأنا بحكي لكم بلاقيكم بحلقة جديدة، وصياما مقبولا وإفطارا هنيئا، ورمضان مبارك على الجميع.